السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في سيتي سكاي لاين. طبعا احنا هني بدينا مدينة سياحية والظاهر للحين سياحتها جيدة جدا، وفي استقطاب للناس عليها طبعا هذا المنظور السياحي للمكان، وفي الحديقة بعدها شغالة لكن ما في زحمة في المدينة انها تسوي ناس. ليش؟ لو ادق على المنطقة نفسها للحين عندي عفوا انا دقيت على الحديقة، لو ادق على المنطقة نفسها للحين عندي 1000 شخص. الحين نبى نزيد، هذه قلنا لكم المناطق هاي راح تكون نازلة، والمناطق اللي ورا الخدمات راح تكون شوي مرتفعة قرب القطارات، ويمكن على الاغلب هذه يكون في عماية رهنية بجانب الشركات وهاي الامور. لكن حاليا بنسوي هني شارع، لحظة خل نرويكم المدينة حاليا في الليل، جميلة ترى ما شاء الله، هيدوم الناس اللي فيها عددهم مرتفع لهالمرة، اشوف 22 في العادة يكون مرتفع صراحة يعني. انزين الحين خلنا نثبت الوقت شوي، اوف بوز نسوي له، خلنا نسوي الخريطة بطريقة عشان نشوف نبني. انزين نبى الخط اللي في الوسط اللي هو نحن اتفقنا انه خط حشيش صح، وبنيب في الوسط الطريقة هذه، بندور على مسجد. مسجد يكون حجمه طيب، هاي الصغار انا اذكرهن، ايوه ما نباه، نبى المسجد الكبير. كان مفروض انزل اشياء اكثر كمساجد صراحة. زين التاون ولا المركز الاساسي للقرية هاي ولا الجزء هذا ولا الفريج هذا ولا النيبرهد هذا، المسجد هذا. انزين ما عدا المسجد، هذا المسجد ما راح يكون فاضي. اول شيء ابى اسوي اللعبة قامت تشتي ترى بطيئة بسبب شو اسمه فكرة، يلا بسم الله اسوي شو اسمه، بسبب كثر المودات وكثر المدينة ما شاء الله ضخمة، في ناس تستهين في عدد 100,000، نحن فوق 100,000 نسمة في هذا المكان. انزين وبنسير على الحدائق، وافكر احطي حدائق هاي الحدائق كلها كبيرة اوكي، ابى احط شيء صغير عنده، اذا حطيت باركن بيستوي حملة غضب علي الحين. انزين فما بحط باركنات صراحة، يمكن ملعب عند المسجد ما ينفع، هذا قياسه شبه ممتاز. انزين بنحطي عنده حدائق، الحدائق زين يا جماعة، بخصوص الدعم اللي عندنا اللي نبى دعم ونبى هذا ونبى اشياء، صار في الموضوع يا جماعة بعدنا ما وصلنا 6,000 مشترك ترى، بس اقول يعني نبى شوي قناة يعني تمشي يا جماعة، بس ما شاء الله مشاهداتكم مستمرة ورائعة صراحة، يعني دائما تثرجون صدري ما شاء الله، اخر فترة ثابتين فوق 500 مشاهدة يعني. انزين بخصوص هذا المكان، هذا تركيز المكان بالطريقة هاي نقدر نسويه من ورا اوكي، من قدام ما بشبكه فعليا هني، بس بشبكه بس حق شكليا اوكي. هذا بيكون لين هني بيوقف، هذا بيكون لين هني بيوقف، وهذا الشارع كذلك بيكون لين هذه المنطقة، وهذه المنطقة يكون فيها مكان يا الله دائما ادق سكيب ونفس الحالة. انزين بيكون مكان مركزي طيب بالنسبة للناس، بنسوي عفوا بنسوي بيوت بالطريقة هذه، بنعبيهم المناطق بسبب الاحتياج السكاني، طبعا راح يعطينا ولا يعطونا منظر ان شاء الله طيب. بيوت بالطريقة هاي راح اتجنب الشارع الرئيسي، الشارع الرئيسي عندي نوعا ما خطة حق اشير، اذا ما ضبط اللي في مخي عقب ثم الكبير اني اعبي بيوت هني واوصل بعض الشوارع داخل. انزين ما عاد ذلك، حاليا المنطقة هاي هل تدعم بالخدمات ولا تنعم بالخدمات اللي موجودة هناك؟ هي مطافي شوي صحيا لا، فبنشل البيوت اللي هني نحطي هني هذا، وبنحطي عندنا مدرسة، قول مدرسة وين بتكون؟ أنا آسف يا بيت، أدري والله توك باني أعرف، زين ثانوية المفروض يكون عندهم، عندهم ثانوية، فهاي بغطي عندهم المدرسة، لأن هذا الحين مثل ما بيسوي بخ حق الاحتياج
الجامعي لنا، لان الجامع ما شاء الله قاعد دخل عندنا فلوس. انزين الكهرباء موضوع بسيط، نشوف وين مش واصل ونحط وحده هني تحت كنترول اي اناركي، وصلنا كهرباء في كل مكان وانا ما بتوب من ضغط تفصل اسكيب. انزين صبر، انا كنت بتشيك الجامع، الجامع الحين ترى ضخمه. في واحد قال لي كومنت قريته على هلكت من الضحكه، وان هذا اذا واحد راسه بينتحر بينطفي الشارع. عيب عليك يا اخي، في مجال في جامعات بالطريق هاي، بس يمكن ناقصنها حاجز او شيء، بس انا مستعمل الشير كحواجز يعني اساس انه بتبين احلى عندكم من هنا. المدينه بشكل عام كهيكله للحين انا راضي فيها صراحه، الهيكله مالها جميله ابدا مش غلط، والمواصلات شغاله يعني صراحه يعني 32 الى اخره. هاي الترام مش شغال حاليا، ولا عفوا الريل هذا كل مره تنسى اسمه. هذا بخصوص هاي المنطقه، طبعا راح يكون عندهم المسجد هني الى اخره الى اخره الى اخره. عندنا الشيء الثاني لان هاي اللي بنون نبى نحطي مواصلات بحريه. طبعا شوي المواصلات البحريه نحن غاضين مثل ما تقول عنها البصر، وما قاعدين نسوي لها وايد، فالصراحه مقصرين في حق المواصلات البحريه. نقدر نحطي لنا منفذ للسفن جانبي، طبعا هذا الشارع مسوي له بقريت فما يفرق بيه وايد. انزين وعندنا منفذ ونفرين، وعندنا في الوسط هذا كارغو هاربر، ما نبغى بنحطي الهاربر اللي يجيب الناس. يا الله انا ما سالفة الاسكيب هاي، خليها روحي مرات. انزين خلنا نوصل كهرباء في الاماكن هذه. انزين الحين هالشارع ما في حشيش صح، هذا لازم كله يستوي، اربع شوارع او شارعين لا يمكن ان احد ياخذ فيهم يوتير من قدامهم. انزين الماي، شو وضع الماي عندك؟ توضع الماي تعبان، خلنا نسوي بالطريقة هاي لأنه ما بتكون في مدينة أبعد من هاي الحدود. حطي ماي حق الصلاة اللي موجودة هني كلها. الحين بنتسلى شوي في هذا المكان، لين أنا أحس إني ببني شيء هني ما بيحصل ماي وبندم، فخلى بالطريقة هاي. خلني أدق تحت على أساس ما يتم يطلعنا الميني. وانزين بالطريقة هذه نحن راح نوصل شارع، شو رأيكم ثلاث شوارع هذا؟ زين ونعطي كونكشن خفيفي ثلاث شوارع طريقة هاي، نعطي كونكشن خفيفي ومتوصل من هنا. انزين الحين الهدف اني التول مالنا، انزين التاتش التول، ونحطي على الابجريد ونسوي له ابجريد هنا ثلاث شوارع، واني بالتول علامة التعجب تنل مود، اندك لك واندك هذا والنيب عليه شوارع، هذا عندك عليه شوارع مسكر. الحين صار عندنا ثلاث شوارع كل مكان، والباقي شارع الترابي هذا بعد راح نلغي، مش نلغي لكن نحتاج ثلاث شوارع لان هذا بيكون نوعا ما مكان. خلنا نجلب هذا، ايوه سيدين طالعين، سيد واحد داخل، ايوه هذا الحين السويسيد. هسه احاول اخلي السيدين صوب السفن، اذا تشوفون الخطوط مقلوبة هني جالس احاول اجربهم بالطريقة هاي، ان في سيدين يمرون دايركت من عند منو؟ من عند السفن هذه. انزين الفيري تيل بحد ذاته ما راح يشتغل، خلنا نوصل لهذا كهرباء، خلنا نوصل هاي كهرباء. الفيري تيلها ما راح يشتغل بالطريقه، لازم نسوي لنا وصله او شارع البحري هذا. زين اول شيء بنطلع احنا بشارع بحري من هني، طول الدرب دائري الطريقه هذه. الحين داخل موضوع شوي ممكن نتناقش عليه حاليا، لان حاليا ما احس اني ابغى اسوي من الجامعة لين هني صراحة. اوكي سوي خطين، سوي لهم نفس اليوتير، ما احس ان نركب بس يلا اوفي المسافة من بعدها. سنبنك تول شغال، هذا يرجع لين هني. الحين هذا بيطلع سفينة من هني، خليه ياخذ لفة عودة ما يخرب المينا مالنا.
اللي ياخذ لفه اكبر اذا بيطلع من صوب ثاني. ها المفروض ما يستعمل الا اساس يطلع سفن. انزين الحين اذا حطينا هني نحن شيء لازم نحطي هني شو بعد مرسى يا جماعة الخير. ما يصير نحط مرسى بس هناك اللي هو المرسى هذا راح يكون برايكم هني سيدي عند السي هني بس يكفي بنوصل هني يعني بني بشارع كراس الطريقة هذه طريقة هذه نيب وصلة بحرية ضخمة هني على الزاوية بالضبط بالنيب الشارع هذا بالطريقة هذه كذا بالطريقة هذه بأحسن ديزاين. بس بعدين بنرجع المدينة هاي في كل الأحوال ترى وايد أشياء مشاريع يعني ضخمة بس اللي بديتها شوية بالتفصيل تقدرون تقولون نحط هذا هني ونحط هذا هني على أساس ما يتضاربون وناخذ نوصلة بحرية من هذا الاتجاه سيدة لوين لين هني ان شاء الله يتوصل ما توصل صح. زين هذا معناه الوصلة هاي فيها مشكلة فيري باثوي انا شو حطيت باثوي بمعنى انا جبت العيد في الدرب نفسه الدرب نفسه مش حق شو حق الفيري عرفتوا او ممكن الله يسوي سلكت عادة الله اعلم يسوي للديليت كمان تقولوا ما تسوي للديليت كله ما تسوي له ديليت كامل مسحها من غير ما يمسح يا الله يا بالعيد صدقون يا بالعيد يا سلام يا سلام الحين هذا يعني مشروع يجيب فينا العيد يعني يوم تقعدون بالطريقة خلنا نسوي سيدة شي بالطريقة لو تمسكون كلك وتسحبونه سيدة يمسح كل شيء شوف ايه فنان عجيب والله تك 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 يعني الحين الفيري هذا اللي بيبهدل نتخيله واللي مفروض ما ياخذ وقت لانه مشروع بسيط نوعا ما انا مسوي لهم مكان من زمان يعني بس التريه شو نسوي مكان وهالاشياء شوي اوكي الحين اعد المكس خلنا نسوي مخرج شوي يطلع برا اباهم ينصب الشاطي بس هني يبعدون عن الحركة البحرية اللي هني ويون قريب الشاطئ ويون هني شوي يبتعدون وهني يقربون صوب الشاطئ شوفوا ليش لان هني في هني يبعدون طبعا ويون هني يسلمون هني المجرى الثاني تقريبا نفس الشيء وياهم يعني نسوي بالطريقة هاي بعد زين يمرون من عند بعض اباهم رايحين ردين عند بعض ما اظني راح يستعملون دربين صراحة بس احتياطا للزحمة بنسوي شارعين عنا شبه غير مفيد صراحة الطريقة هذه وهذا نوصله هني وياخذ لفة حول المكان يعني هذا اذا نوصله بعد ترى مش غلط بس احس ما يفرق وايد لان كلمة توصل في بعض الحين نقدر نسوي مفروض مجرى التكاسي من هني الى لا هني ويرجع مرة ثانية إلى السفينة تي لهذا المكان بالطريقة هاي استوى عنا معبر السفن يعني هاي بتطلع لنا السفن شوفوا طلع السفينة بتشيل ناس والناس إلى آخره إلى آخره إلى آخره المكان هذا طبعا ما يصلح يتم فاضي تحت فبنسوي الشير العودة هاي عيبتني ما أدري شو يعني مرة واحدة الصراحة بديت أحب
يرى هذه. اوكي بالطريقة هذه بعدين يكفي يكفي نسوي لم يعني حزام اشجار جميل يعني هو نوعا ما من ثيم المكان هذا استوى الشير الشير الضخم يعني مش الشير اللي صغير هذا زين جيد جدا ممكن نسويه هني بعد من باب حب الطبيعة في ناس بتعترض حق شو كلها شير انتر شير جميل هذا الشكل حق المدن ويا سلام الطريقة هاي يستوي عندنا نوعا ما شير هني الطريقة هاي مكان مش أفضل شيء في العالم لكن مش سيء يبالي شوي تعديلات مستقبلية بس الحين محتاجين نستخدم الحركة السكانية للناس اللي جايين للمدينة وهذا المين المفروض يسوي أكثر من كفاية معقولة في ناس جاية أوريدي من الحين ما ظني أوه شكله هنا في بيكون في زحمة تصدقون أوه يا الزحمة البحرية ولا لا لا ولا تذكر مدخل بتروي له والله الحين المصانع ما حطيت يا جماعة الخير انزين خلونا نزيد البيوت اللي موجودة في المنطقة والله البيوت حلوة البيوت جميلة يعني انا الحين هالايام شوي قاعد اطالع اللعبة يعني اراويكم اشياء بس تعيبني اشياء لان هالسكان هاي كلها نحن محتاجينهم احنا بنحط خدمات هذا المكان كنت افكر اسوي فيه سكن طلاب ولكن 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 احس لا ممكن اسوي فيه فندق ممكن اسوي فيه شيء بس مش سكن طلاب المكان وايد مثير للاهتمام اني راح احطي في سكن طلاب ممكن حطي صبر رويكم قول انا متاكد منزل ملاعب الحين الحين بيزعل مني مو بيسوي لي سالفه انزين ترى هذا اللي ما داني شفته كيف الحين انا منزل اشياء في اشياء لازم اسوي لها اكتيفيت في 3333 مود مش قادر اسوي لهم كلهم عندنا اول شيء سكيت بارك سكيت بارك ما بيكون هني لا سكيت بارك في العاده يكون عند قطارات وعند هالاشياء في المناطق الخارجيه في امريكا ولا ما كانوا عندنا هني اوريدي اشياء وما بحطيه سكيت بارك في حدائق عندي في اوبشن حدائق بس انا ياس انزل الصراحه وشوي المحاولات غير طبيعيه انزين نقدر نحطي هني البيوم نحن ما استعملنا وايد البيوم يعني يزرعون في شير بس البيوم الحلو فيه ممكن تسوي له استاك شو يعني يعني نحطي مجموعة جنب بعض اشكالهم تكون يعني كنا مقصودة عرفتوا فالحين نقدر نحطي ثلاثة هني ونقدر نحطي واحد اثنين ثلاثة هني شوف اشكالهم والله حلوة ونقدر نحطي من الداخل ممشى الجامعة اللي وخلني عند المماشي نقدر نحطي البوك مال الجامعة اللي هو نفس هذا ونحاول شو نوصل الشارع هذا الطرف الثاني طبعا لا تنسوا ان نحن في نهاية اليوم هذا الماكن ما راح يقعد فيها اي مباني انزين خلينا ندق اسكيب ناخذ الموف تول نحرك هذا شوية هني حاول يعني نسوي ميلان وهاي الأمور عرفتوا يلا بسم الله شوفوا هذا الصراحة مشروع ناجح انزين هني نبا شوية كم حبة شير طوال يعني الحاجز مالي راح يكون شير طويل الطريقة هذه ما يستوي حتى بالاناركي ما اقدر احطيه زين بس اباه انه يمثل شيء ما ابا اكثر مش محتاج اضيف اشياء اكثر صراحة بس هذا يثبت وجهة نظري انه زوار مفروض يعني هذا المكان زاد سياحة مثل ما تقول تركيز السياحة هنا استوى عالي هني بعد عندنا مشكلة ثانية ليش هذه الخدمة ما توصل حق الناس كلها توصل المفروض موجودين هاي يعني كل واحد 40 سيارة انزين
ممكن نسوي مكان حق هذا الشيء وين؟ هني أنا في حديقة وهذا وفي منها حاجز، ولكن ممكن ننقلهم من فوق زين الاثنين هايل إلى، عفوا ما أقدر أنقلهم إلا إذا هم فاضيين، وما بفضيهم صراحة بخليهم. طبعا نحطي هذه الطريقة هذه، هنا بخلي فراغ واحد بني بشارع المدينة الأحمر اللي قلنا عنه، بنحطيه في الوسط يعني هذا سيده بالطريقة هذه، وهذا سيده بالطريقة هذه، سيده بالطريقة هذه، في نفس الشيء. الأماكن فيها كمية زوار وبيخدمنا وجودهم. طبعا انتو تبون انه يكون في فيزيترز في هالاماكن شوية، هاي في قسم الخدمات يعني مثل ما تقولون، ولكن عادي يعني، ترى هي خدمات في نهاية اليوم. المستشفى وضعه ثاني الحين نحن ما نبي نحط مقبرة عند المستشفى، لكن المستشفى راح تكون في منطقة شوية ضيقة الأغلب، هني نقدر نطلع الشارع لأن المستشفى بيكون مركز أبحاث. مركز أبحاث بحطيه نوعا ما عند الجامعة، أو ممكن أسوي امتداد من الجامعة هني ترى، يعني بني بشارع الحشيش بنسوي من هني شارع بالطريقة. خلنا ناخذ 1 بوينت زيادة، 1 بوينت زيادة، 1 بوينت زيادة، ما بوصله هني، هاي مستشفى ما بوصله بمكان اوكي، لان المستشفى هني بسوي شو، مكان سياحي صح، مكان سياحي الناس يجون بعد حق علاج، فنقدر نحطي مباني الطبية الثانية هذه، يعني اول مكان طبي اللي هو ميديكال لابوراتوري عندنا، وعندنا هني نيرسينج هوم عود زين، وعندنا هني نيرسينج هوم ثاني، فهذه بتكون شبه مدينة طبية. اول شيء الناس اللي تدخل المدينة الطبية لازم تكون الواجهة المستشفى الضخم، حلو. المستشفى الضخم حاليا ما عندنا مبنى ضخم مثلا مستشفى نحن ما منزلنا، لكن عندنا هذا او المختبر، وعندكم الجنرال هوسبيتال والمختبر ممكن يسوي الجنرال هوسبيتال، هاي يعطيه شو الاي ار عرفتوا. فاول شيء في وجه اول مستشفى بنسوي الاي ار بروحه، والاي ار ابى اجيبه بالطريقه هذه زين، واجيب من قدام الشارع وصله هني حلو، وابى شارع ادخله هني بس حق سيارات الطواري. بشوف اذا استوى زحمه بخلي هذا المدخل فقط لسيارات شو الطواري. انزين اللي يبى يصير المستشفى نفسه، طبعا ما يقدر يصير المستشفى نفسه دايركت، هذا صعب جدا، بسوي شيء الكل يكرهه، باركينج عفوا يعني. عارف انكم كارهين شغلات الباركنات بس ما عليه. هذا باركنج والله وحلو، في سكيورتي تشك وفي كل شيء زين، والضخم نفس ما انا ابغى. بنيب هذا انا امشي على يا جماعه يعني شيء في بالي، يعني الحين انا في بالي ثيم حق المستشفى حلو، فابدا احطي باركن، ابدا احطي اشياء، ابدا احطي امور زين. هذا بيطلع منه شو شارع لهني بالطريقه هاي، هالشارع بنوصله خلنا نشوف نطلع شارع جميل، ايوه بالطريقه هذه الشارع طيب. انزين في ناس انا اعرف لا خلي لا حطيت باركنج، انزين مو مشكله يا جماعه، تحملوني شوي تحملوني، الشكل بيكون منطقي اذا تفكرون بالطريقه اللي انا افكر فيها ترى. انزين هاي مدينه طبيه تتكلمون عنها. انزين اول شيء بنحطي الطواري، حطيناه هاي شو كازوري بيلدينج ستورج كلينيكلي ديكريز بيكمز ا فاليو ريفايف كرونكس الاوز ليفنج ماترز تو بي بريزيرفد. اوكي هذا يحافظ على الحياه بعض الاشياء. انزين
الحين الشيء الثاني نبي نحط اللابراتوري في الزاوية هني، اوكي، وبنحط المستشفى العود مالنا اللي هو الحين احنا عندنا خدمات مستشفى شيء اكيد، ولكن المستشفى الضخم مالنا في الوجه بالطريقة شو هذه، شوفون الحين المكان الاخير هذا نحن عندنا شيء اخير ما حطيناه صح، المكان الاخير بطلع له شارع خاص بالطريقة هذه هني، زين، فبني عندنا اللي هو بخبركم اسمه، اسمه اللي هو كايبرو سيرفري، حلو، اللي خلينا نحتفظ في الاشياء، حلو، بنسوي في زاوية، وعندنا الشيء الثالث عفوا، هذا بيكون له مدخل خاص اللي هو كوموتوريوم، بتقولون ليش الحين بفهمكم شو السالفة كاملة، اللي هو هذا الخدمة هذه نبى نحطي لها مكان خاص يستوي واحد هني بعد، والله زين للأسف ما يستوي أحطي واحد ثاني، أوكي، الحين هذا التقسيم العام للمستشفى، أوكي، بنحطي شارع تلاحظوا شوي احنا نلف حول المباني في الشوارع لأن كيش ليش هاي كلها مباني تقدر تقولون رئيسية، أوكي، ما في منهم مبنى ثانوي، زين، وفي باركن واحد عام هني، أوكي، ونقدر نسوي بس كل المباني ما شاء الله أشوف الطبية فيها باركنات ضخمة، فما راح أتعب عمري بموضوع الباركنجز إلا هذا المبنى، ما أنا باركنجز مش وايد هام مني أعرف صراحة، إنزين، الحين اللي بنسوي بنطلع شارع من هني لين والله قياسه يا بالضبط هني، شارع من هني لين هني وخلاص، بنوقف عد بالطريقة، وقف الشارع عند هذا المكان وهذا الشارع كذلك، هاي بتكون نهايته، اوكي، بس تو عندنا منطقة مثل ما تقولون هالحين هاي المدينة الطبية مالنا، المدينة الطبية هذه بتجيب ناس ترى، يعني المفروض يعني في دول العالم عندكم مدينة طبية بهالضخم، المشكلة ما نزلت صراحة انا مبنى ضخم، يعني لو منزل مبنى ضخم بس كان زين هوسبيتال، ما في في مستشفيات عسكرية وغيرها، الهليكوبتر ديبوت زين نبى هليكوبتر يصير يشل الناس، هلا هذا كان بيكون مكان زين بس مش ورا المستشفى ترى، قبل الهليكوبتر مكان بعيد شوي عن المستشفى، ايوه هذا مكان ان اكثر من مناسب الهليكوبتر منو المستشفى، لا تنسون انتوا المنطقة هاي كلها الميديكال اريا مالنا، يعني الحين انتوا في المنطقة الطبية وما عندنا مشكلة، انزين بنحط كم عمارة تجارية صغيرة هني اللي هن بيخدمن فنادق المستشفى، انتوا اللي شفتوا بعض المستشفيات استوى عندهم خدمات فنادق وهالسوالف، ورا المستشفى دايركت، ورا المستشفى دايركت بيكون حلو، وبني عند قسم الحدائق وبنحاول نحصل لنا ملاعب طبعا، لا ليش ملاعب، ليش ملاعب، دام عندنا منطقة طبية كاملة نقدر نسوي اشياء اقوى، كل شيء خلونا نمد الشارع تكة بالطريقة هذه، نسوي شارع هني، بنوصل نقطة عامة هني، نقطة عامة هني، شفتوا كيف؟ السلام، أيوة هذا ممتاز جدا، هاي الحين ممتاز جدا، انزين الحين قلنا عندنا الإلدر كير، إلدر كير ما عندنا في هالمنطقة، فجنب المستشفى للجانب الخارجي، شوفوا عشان الناس اللي تراجع ما تحس إنها تراجع منو المستشفى، لكنهم لا زالوا في المنطقة الطبية ولا زالت تغطي يعني منطقة ضخمة من المكان، وعندنا تشايلد هيلث كير، ممكن يكون التشايلد هيلث كير مكان جنب المختبر بس ما يحسسنا انه عند المختبر على اساس الناس تي، ترى المختبر هو بيسوي لهم فحوصات يعني بنهاية اليوم، عفوا هذا الالدر كير وهاي كلهم عندهم مختبر اذا احتاجوا، عندهم مستشفى اذا احتاجوا دعم، في فنادق للناس اللي جايه زيارة على اساس انها تدخل منه المستشفى مالنا، وعندنا مخرج الطوارئ حق هذا، انزين الحين حوطة المكان طبعا هذا وراه، خلينا نحط شير المستشفى وايد وايد مميز بيكون، ندورنا لون يميز المستشفى عن باقي الاماكن، لون الاحمر والله شكل الوردي حلو جميل جدا، بس خلينا نحط هالتول لان هالتول خلينا ناخذ هذا ماينس 10 لا وايد هذا بس 5 بخليه، ايوه الطريقة
هذي اوكي. انا اشوف الاغصان ترى وقاهريني، بس وصلت مرحلة من القناعة تعبت وانا اشيلهم حبة حبة. انزين، وبنشل الباركنات هاي نفس الطريقة عشان ندخل لون ثاني دخيل على المكان. اوكي، لا تنسون هذا بالطريقة هذي. هبا خلي فاضي الحين الصبر. ونبى نسوي هني بالطريقة هذي. نبى اوكي، حاليا هاي اللي يكفون، بس هني نبى نغطي على الموضوع بعد. هذا وانت داخل المستشفى الا راح يكون مثل ما تقولون ثيم المكان هذا، هذا الشير. انزين، الحين المماشي، نبى مجموعة مماشي اللي تحتها احمر بالطريقة هاي عند الدركير. بنحطي واحد عند الجماعة هني. لو شكل تراه، بس نقدر نسوي مش شكل. زين، نقدر نسوي ممشى كامل هني، لان المكان اصلا بكبره يعني غير فعال فعليا. انت مو خاطر اعرف انه بيتمشى هني يعني. اوكي، بعد العقبة انا الجمالة. زين، وبني بيلس مش يلس، عفوا، ممشى هني، نفس الممشى يمتد الى خلف المستشفى. المستشفى هذا عود مغطي البلوك كامل هني. بنتعب ونحاول حتى حديقة يابانية، الحديقة اليابانية ملونة بشكل يناسب المكان يعني. صراحة نقدر نحطي وحدة اثنتين هني، ونقدر نمشي وراهن خط ممشى غير، ونقدر نمشي وراه الشير مالنا بالطريقة هذه. نقدر نحطي دبل بالطريقة هاي. الطريقة هاي سوينا شوي شكل المكان. الحين هذا المكان انا راح احجزه استعمالات صراحة مستقبلية. انا ما اعرف، يمكن انزل شيء ولا احط شيء، فما بحط شو اشياء هني. هذا لا، هذا لانه مغسل وغيره، فبنحط لهم اللي هو الشير الكبار على اساس يغطي على المغسله وغيره. تعرفون مكان هذا دائما يكون بالطريقه هاي يعني. الله يحفظ لكم اللي تحبونه ييسر اموركم يا رب. انزين، نقدر نحط الشيره الشيرتين هني بس تمويه كاموفلاج حاليا، ونبدا بالطريقه هذه. هذه اساسا بدينا مثل ما تقول منطقة صحية كاملة. الأشياء هاي تتي مع فاسيلتيز ثانية ترى يعني. احنا هسه نحط الحين اللي مركزين معاي، منطقة صحية هي عبارة المنطقة كاملة الحين نحن بس قاعدين نسوي شو مستشفيات. فالحين نبغى شوي أشياء أكثر، مش بس هاي الأشياء. أول شيء صار عندنا عماير في المكان، والعماير لها رذم صار أحس معين، عرفتوا؟ بس نقدر نحطي عماير سكنية هني بتسوي لنا شغل. شوفوا، لأن الناس هاي اللي بيكون مستانسين، لاند فاليو فيه قيمة. انزين، الحين نبي نحط أشياء ثانية بوزعها في المكان شوي شوي. مثلا نبي نحط الكوميونيتي بول عندنا، وعندنا اليوغا جاردن. اليوغا جاردن صغيرون، بحاول هني نقدر نحط يوغا جاردن والله، بس بالعكس. شوفوا ريزيوم جيم، عفوا، يوغا جاردن بالعكس، الناس تقدر تي هني حق هذا المبنى. يوغا جاردن تقدر تي له هني. الهدف مش اعبي المكان 100%، بس ياس احاول اخلي الاماكن موزعة بشكل ذكي. زين، سبورتس هول اند جيمنازيوم. جيمنازيوم بيخدم الناس كلها، فمن الافضل اخليه هني حق الالدر كير. بخلي عنده مكان فاضي، وبيي بحطي اخر ورا ال ورا 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 نقدر نحطي المسبحة هني، واحس ما نحتاج شيء ثاني خلاص يعني. هذا مقبرة لكن شكلها طيب يعني. سيمتري اخر شيء نقدر نحطيها. نقدر نحطيها هني، بس هني احلى ولا هني؟ هني كي نقدر نحطيها هني كجزء من الخدمة اللي موجودة هني جنب هذا المكان. وهلما جرى نقدر نغطي الاماكن، بس بنسوي اشياء ثانية.
نقدر نحط، عفوا، نبى المباني الصحية كامل اللي احنا حطيناها، بس قلنا نبى نيرسينج هوم. نيرسينج هوم هذا ممكن يكون هني مش ورا المسبح، لا، بس نيرسينج هوم القصير احلى بيكون، يعني تبون صغارية في مس. عفوا عفوا، لا لا تسوي لي ايرورز الحين سمحت. زين، يعني ها نيرسينج هوم، انا لازم تشوف سالفة الايرورز اللي عندي. زين، نيرسينج هوم، ورا النيرسينج هوم اوبجكت ريفرنس. اوكي يا اخي، اذا استوى شي بضطر اوقف الحلقة ترى، هذه من كثرة المودات تخلق مشاكل لها اول ما لها اخر. انزين، الحين لازم اشوف سالفته، انا اسوي له كوبي واطلع، بس الفكرة العامة للمكان هاي راح نبنيها نحن. انا اسف لكن هذا وايد مزعج. هاي تبون مودات وايد. سيستم نيفلا ريفرنس اكسبشن، اي هاف تو تشيك وات از صراحة. انا ايرور اكيورد، انزين لازم اسيب اللعبة وارد اشوف شو قاعد يشتي شو ما قاعد يشتي. اقدر اشيل هذا علين بالحينة اراويكم. اوكي سويت لك كوبي 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 كوبي. اوكي فكني. انزين، ما بيفكني هذا اليوم يا جماعة الخير. انزين، فهذه المنطقة بشكل عام حاليا بالنسبة لمنو؟ بالنسبة للمستشفيات. الماي في مشكلة عندي بعد. بنشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم بصلح الايرور هذا، بتشوف شو سالفته. بيكون واحد من المودات بسوي له ديسيبل والامور طيبة. مشكور على متابعة الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.